يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بعد عودته إلى لندن المهمة الصعبة متمثلة في إقناع البرلمان البريطاني بإقرار الاتفاق الجديد بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي. كان جونسون قد أعرب عن ثقته من أن البرلمان البريطاني سيؤيد الاتفاق الجديد ووصف الاتفاق بأنه رائع بالنسبة لبلاده وأيرلندا الشمالية، مضيفا أنها ستتمكن من ممارسة التجارة بحرية على حد تعبيره.